اهلا بكم. حلقة جديدة النهاردة، فيديو جديد هنتكلم فيه عن توقعات وعن نصايح وعن اهم التحذيرات لبرج العذراء للاسبوع اللي هو من يوم النهاردة 16/3 لحد يوم 22 لحد يوم 22 مارس اللي هو شهر اذار. طبعا يا جماعة، لو انتوا بتتفرجوا عليا دلوقتي على اليوتيوب، وانتوا بتتفرجوا عليا في قناة برج العذراء اللي لسه قررت نعمل الفكرة دي بناء على طلبكم، عشان اكبر عدد من المشاهدين هو برج العذراء، فقررت ان احنا هنعمل فيديوز يومية عن نصايح يومية للابراج، عن نصايح للتعامل مع برج العذراء. فكل حاجة تخص برج العذراء هتلاقوها في التشانل دي. طبعا انا الفكرة دي جديدة، بس اكيد انا ما عارفة انها هتتسرق، فانا يعني بقول النهاردة هو يوم 16/3/2021 انا قررت كرشا مراد اعمل قناة خاصة ببرج العذراء عشان اتكلم فيها عن كل تفاصيل حياة كل حاجة خاصة ببرج العذراء. هتلاقي بقى كل الناس اللي تسرق الفكرة. I know it يعني. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الاسبوع ده، ايه اهم النصايح، ايه اهم التحذيرات، وايه اهم الحاجات لازم برج العذراء ياخد باله منها. طبعا يا جماعة بعتذر، عندي الام في اسناني غريبة شوية، والساعة عندنا في مصر دلوقتي 4 الفجر، فانا متنحة، بس قلت اعمل فيديو ده قبل ما انام عشان مبسوطة بالفكرة اللي جات لي دي. طيب الفكرة طلعت في دماغي وفجأة قررت ان هعمل تشانل لبرج العذراء، وعملت التشانل في او غيرت، كان عندي تشانل قديمة غيرت اسمها حوالي، انتوا عارفين العذراء مندفع ازاي يا جماعة، قمت طق 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 خدت الاكشنز على طول يعني. طيب اول حاجة برج العذراء الاسبوع الثالث دوت يعتبر اهدى كتير جدا وافضل بكتير جدا. برج العذراء قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، اللي هو اول اسبوعين في شهر مارس انا كرشو كعذراء برضو، وانتوا عارفين طبعا انا عذراء لو انتوا بتتابعوني، عشان كده العذراء برج مهم جدا في حياتي يعني. اخدت كله ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمه يعني. انا عدى عليا اسبوعين في شهر مارس عندي ضغوطات مش طبيعيه، عندي ستريس، كل عذراء كده، وجاوبوني تحتي عذرائيين قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا. طيب في الاسبوع الثالث احسن بكتير جدا من الاسبوع الاول والثاني، فالحمد لله نبدا بقى بطاقه ايجابيه. شايفه في تحديات بسيطه هقول لكم في ايام ايه دلوقتي، بس هو ان جنرال الاسبوع حلو جدا، اسبوع مليان مليان افكار، مليان مليان تغييرات، انا شايفاها تغييرات ايجابيه، مليان فلوس حلوه، مليان تقدم في العمل، مليان نجاحات في العمل، مليان كمان نجاحات في حياتك الشخصية، في أفكارك، ممكن تفكر في فكرة مشروع جديد تبدأ تشتغل فيها، زي ما أنا هو بدأت في موضوع برج العذراء. هيبقى عندك حاجة هتجيب لك فلوس بعد كده. فلو جات لك فكرة في الأسبوع ده، أنا كرشا بشجعك 100% أن أنت تبدأ تشتغل فيها. يعني جات لك فكرة بيزنس أو مشروع بسبيشالي من يوم 16/17/18 مارس، جو اون يا برج العذراء. طيب هنبتدي زي ما قلنا الاسبوع النهارده يوم الثلاث. يوم الثلاث الدنيا لطيفه جميله حلوه، في زي مثلا بدات تفكر في افكار جديده، عندك بالك مشغول، عندك اوفر ثينكينج، صحتك هتتحسن افضل، لان برضو صحه برج العذراء كانت وحشه جدا الفتره اللي فاتت. انا عن نفسي رحت المستشفى مرتين يعني الفتره اللي فاتت دي، ده غير دكتور سنان رحت له دي 7 مرات تقريبا. انتوا قولوا لي اخبار صحتكم ايه الفتره دي. فصحتك هي مش احسن حاجه، بس هتتحسن عن الاول، بس خلي بالك ما تاجلش اي خطوات. يعني ممكن لو حسيت بحاجه تعب او حاجه ما تاجلش زيارتك للطبيب، لان انت لو اجلت زيارتك للطبيب الموضوع ممكن يتضاعف، لان المشكله ممكن تكبر معاك، فممكن تحصل لك شويه حاجات مشاكل كده على طول. لو حسيت انت مش ولا بد روح للدكتور. غير كده هتبدا تراجع علاقاتك بناس كنت قطع علاقتك بيهم، يعني ناس ما كلمتهمش من زمان هتبدا تكلمهم، هتبدا تتحدث معاهم، بتحس كده ان في ناس كتيره وانت اللي هنقشيت يعني ايه، ما في ناس هتقابلهم صدفه او هتبدا تتكلم مع ناس كتيره جديده. عندك ضغط في الشغل، بس انا شايفاك بتتحدى الضغوطات وماشي كويس، وسبيشال الضغط ده هيكون اكتر في الايام اللي هو ما بين الايام يعني 19/20/21 يعني شويه في ضغط او في ستريس عليك في الشغل، في عندك تارجت، عندك مشكله لازم تخلصها. بس انا شايفه العذراء بتحسن اول اسبوعين في شهر 3، عايزين ننساهم كده ونمحيهم ونركز في الاسبوع ده. الاسبوع ده اسبوع مهم، اسبوع ايجابي، عندك فرص كويسه ممكن انت تبدا تحققها. بلاش وسوسة، بلاش تفكير كتير. مشكلة العذراء زي ما احنا عارفين كلنا كده يا جماعة overthinking، انا عندي كارثة موضوع ان انا موسوسة،
فالوسوسه الكتير دي غلط، بلاش سهر، يعني ممكن تسهر كتير الفتره دي فده هيأثر على صحتك، فحاول تنظم نومك، لان انت لما هتظبط نومك صحتك هتتحسن. انا شايفه ان صحه العذراء في نزول وهبوط مستمر. عصبيه زياده، انت بتتعصب كتير الفتره دي، العذراء معروف ان هو عصبي، لا انت الفتره دي هتلاقيه سهل استفزازك، حساس اكتر، بتزعل الناس بسهوله، عندك مشاكل مع الشخص اللي انت معجب بيه، هنتكلم عن عاطفيا دلوقتي. بس تعالوا بقى نتكلم على من يوم السبت، يعني احنا قلنا احسن ايامك يوم الثلاث والاربع والخميس، ثلاث واربع خميس دي خد القرارات اللي انت عايز تاخدها، لو بتفكر في حاجه جو اون فيها، معجب بحد عايز تروح تكلمه روح كلمه، عايز تصالح حد روح صالحه، كل حاجه هيبقى عندك حظ وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فركز في اي حاجه عايز تعملها اعملها في الايام دي، اي قرار عايز تاخده خده، فكر في الايام دي ان انت تبقى كأن معاك عجلة الحظ كده ومسك أو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، فاستغل الموضوع. نيجي بقى جمعة وسبت، في ضغوطات، في شوية ستريس، في شوية ممكن تتضايق من حد، يضايق حد، يزعلك، حد ينرفزك، تتخانق مع حد قريب منك، فحاول تعدي اليومين دول على خير. نرجع بقى حد واتنين وتلات تاني، لا في كيرف تاني طالع وهيتقدم لك دعم أو مساعدة، دعم أو مساعدة، يعني في حد هيجي يساعدك أو يسبورت يو أو يقدم لك مساعدات مالية، مساعدات، في حد هيقدم لك نصايح، هيقف جنبك، هيسندك، ممكن حد كنت متخانق معاه ترجع تصالحه، ترجعوا تتكلموا مع بعض تاني ومشكلة هتتحل، بس الدنيا هتبقى أفضل برضو أظبط. عندك صحيان هتبقى أحسن. أنا شايفة إن في كيرف طالع حلو جدا جدا. طيب تعالى نتكلم عن عاطفية عذراء. عاطفية عند عذراء ممكن يكون عندك شوية لغوشة كده عاطفية، أنت مش فاهم نفسك، عشان كده برج العذراء لو انا شايفه ان انت عندك لخبطه، لازم تعرف انت عايز ايه. عندك ناس كتير ممكن تعرض عليك الحب، او ناس كتير قريبه منك وانت مش عارف تختار، خلاص يبقى انت مش عارف تختار، يبقى الناس دي كلها تعتبر بالنسبه لك سواسيه. لو في حد عندك انت كراش او حد انت معجب بيه او مرتبط بيه، هيبقى في زعل الاسبوع ده، او في مناقشه حاده، مناقشه حاده، ممكن تتخانقوا مع بعض حتى، يعني ممكن يحصل بعديها خصام، يعني انت هتنفجر يا برج العذراء، لو هتقول انا مش عاجبني، انا متضايق، انا زعلان، انا مكبوت، انا مش مبسوط، انا حزين، انا، فعندك مشكله. المشكله دي انا شايفه ان هي مأثره عليك، يعني مشكله، لان الشخص ده مثلا انت شايف ان هو مش بيهتم بيك قوي، انت بتدي اكتر. عندك يا برج العذراء برضو في شخص يعني بيقدم لك دعم وشخص انت بتقدم له دعم، فحاول تعمل بالانس. بس عندك شخص انت يعني بتحبه او انت مهتم بيه، او انت الشخص انت كنت شايفه حد بوتنشال للارتباط الرسمي، وهو مش كويس معك، او مش بيديك الحب اللي انت محتاجه، مش بيديك الدعم اللي انت محتاجه، فخلاص اعمل هولد. يعني محتاج العذراء يعمل هولد وارجع لورا بقى ثلاث خطوات وتفرج بقى، شوف هو هيعمل ايه، هل هو هيجي يدور عليك ولا هيقعد بقى متنح ومسنتح وعمل لي فيها دور التقيل، او اتعمل لي فيها دور التقيلة. فركز كويس قوي قوي في النقطة دي. طيب على النطاق العائلي، شايف ان انت محتاج مصالحات، في شوية مشاكل عائلية عندك او مع اصدقائك، ناس زعلانة منك، حاول انت تقرب الدنيا، مطلوب منك تارجتس معينة في وقت معين، حاول تنظم نفسك، يعني اعمل بريوريتيز كده، انا بكرة هعمل كذا. فالفترة دي مطلوب منك حاجات كتيرة جدا، مطلوب منك في الشغل، مطلوب منك في حياتك الشخصية، مطلوب منك، فعندك ضغوطات مربوطة بوقت. نظم الحتة دي يا برج العذراء عشان ما تحصلش. صحيا لازم تهتم بصحتك، صحيا العذراء الفترة، مارس صحيا العذراء داون قوي، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، فلازم تهتموا بصحتكم. طيب عندكم كمان في اشخاص انت مسؤول منهم، ممكن تكون مقصر معاهم، يعني شوف انت مقصر في حق مين يا برج العذراء، وراجع نفسك وحاول تحل المشاكل دي. عندك تقصير في حد، ممكن يكون حد صديق ليك، حد وهيبقى هو زعلان، او حد قريب ليك، او حد من العيله، او حد انت مرتبط بيه، فشوف انت ايه المقصر فيه، وانت مقصر في حق نفسك. عشان كده شايف العذراء عنده يعني ايه، تأنيب ضمير، كانك بتعمل كشف حساب لنفسك. لا ركز بقى وشوف ايه اللي انت مقصر فيه في حق نفسك، وايه الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها يا برج العذراء. انا هسمي الاسبوع ده انقلاب، اسبوع الانقلاب، واسر الانقلاب ده هنعرفه الفتره الجايه، بس انا بقول لكم حياتك هتنقلب بطريقه ايجابيه، كانك انت هتقعد تعمل فلتر، ده لا ده ده لا انا، وتبدا تنظم نفسك. يعني الفتره دي هتبقى عندك نظام، كانك انت بتبتدي شخص جديد، عندك بدايات جديده، استغل البدايات الجديده دي لصالحك، وعندك نهايات، فبدايات ونهايات، البدايات هتبقى بدايات ايجابيه، البدايات بدايات موفقه. اهتم بنفسك يا برج العذراء، اهتم بصحتك، حط 60 خط تحت اهتم بصحتك. طيب
دي اهم احنا هنعمل كل يوم يا جماعه في الشانل. وعلى فكره وكمان بصوا بقى في الفيديو ده هينزل على في شانل باسمها فيرجو زودياك واسمها برج العذراء على اليوتيوب. والفكره دي جديده وانا اول واحده عملها في العالم، ما فيش حد عمل شانل لبرج قبل كده، عشان لما تتقلد بس ابقى عارفه ان انا اللي واخده الحق الحصري يعني. وفي كمان صفحه على الفيسبوك هسيب لكم اللينكات موجوده تحت، اعرفوا ان دولت بتوعي. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، اشوفكم فيديو تاني. قولوا لي برج العذراء هل فعلا اول اسبوعين في شهر مارس كانوا صعبين جدا؟ واخبار صحتك ايه برج العذراء؟ قولوا لي هل انت متضايق من الشخص اللي انت مرتبط بيه ولا لا؟ قولوا لي بتتفرج عليا من فين وعجبتكم فكره قناه برج العذراء ولا لا؟ ثانك يو، باي باي، مع السلامه.